نختم مع صوت بتعشق الأذن وبتسلطن معه. فنانة لبنانية انطلقت مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وشاركت ببرنامج استوديو الفن سنة 1973 وحصلت على الميدالية الذهبية. بنرحب بالفنانة أمل توم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا ست أمل. بنشتاق لك نحن دايما على كل حال. وأنا كمان. حضرتك أكيد مشوارك الفني طويل وغني، وبتأمني أنه الموسيقى هي علاج للروح. لميور تيرابي لا ميوزيك، هيك حضرتك بتقولي، ولكن مش اي ميور بسيكوثيرابيست. نعم اوكي. المعالجه النفسيه هي أوكي. الموسيقى هي الموسيقى نعتذر. لا لا بس مش اي موسيقى عم نحكي. لا اكيد مش اي موسيقى، بدها تكون موسيقى راقيه وفيها جماليه كثير كبيره اكيد، تترفع النفس وتعلي السيروتونين بالدم. يعني اذا بدك نجي نحكي ساينتيفيكمون بارلون يعني. أوكي. هي بس موسيقى ولا هي كلام كمان؟ هي قصه وطن، هي حب، هي فيها تكون كلام اكيد، فيها تكون موسيقى وحده وفيها تكون على كلام. هلا على كلام بيوصل المساج اكثر باداء معين شك. اكيد وبصوت أكيد. مثالي اكيد مثل ما عم نقول. حضرتي اغنيتين وطنيتين وصورتيهم، وطن الحريه وحلم بيروت، خبرينا عنهم. هذه الغنيه هي من كلمات جان ابي غانم زوجي، ولحنها سمير طومب خي. كنا دائما هيك بس نتلاقى بدنا نخلق شيء هيك كرياسيون، نعمل شيء سوا. هالغنيه بتحكي عن بيروت، هي غنيه بتحكي عن الحب وبتحكي عن بيروت وبتحكي عن الوطن بشكل عام. يعني أنا بالنسبة إلي دايماً لازم يكون في مضمون بالغنية اللي بدي أتناولها. بهالغنية بالذات منركز كتير أنه ما في حل إلا بالحب والأخلاقيات والقيم بالدنيا. يعني الوطن هو وطن الإنسان، هو الإنسان المهم، مش الأرض بس اللي منسفك له دمه لهالإنسان مشان الأرض. أكيد الأرض مهمة بدنا نحافظ عليها وننميها ونرعاها، لكن هو الإنسان هو المهم لأنه هو وجه الله على الأرض. فنحن فينا نقاوم وفينا إذا بدك ندافع عن وطننا بكل الطرق السلمية ونحل النزاعات بشكل سلمي، مش ضروري بشكل عنفي بواسطة الحروب. يعني أنا بقول بآخر هالغنية دايما أنه الخلاص هو الوحيد بالحب. بدك نسمع. والابتعاد عن الأنانية والأحقاد والسلطة والمال إلى آخره. أكيد صوتك بيوصل ست أمال. رح نشوف سوا وطن الحقيقة، وطن الحب، ومنتابع. أنا أدري كون، أنا أدري كون إنسان وشاعر حل عيون وبتدهشيك حل عيون. بيروت اوكي صباح. نحن كنا عم نحكي على كل حال، بلشنا مع حلم بيروت وكنا عم نسمع هلا وطن الحريه. وطن الحريه انا بحب ركز فيها هلا، اكيد ما مرقت كلها. منركز انه ما تحمل الشعب سلاح غير المعرفه والعلم. فيها كتير تركيز هون عن الثقافة وعن المعرفة وعن هوية الحاكم كيف بده يكون. الحاكم هو اللي بيعيش الأحلام الكبيرة، بيوصل شعبه للأحلام الكبيرة. نعم. يعني لازم يعيش شعبه بفرص متكافئة ويعطوه حقوق وما ونجرب أنه ما نجوع العالم وما نلوث البيئة إلى آخره. هيدا الأشواق أنا اللي عم بتناولها بهيدي الغنية. شوقتينا نشوف حلم بيروت. بدك نتابع كمان بعض المشاهد. هو الانتصار مرجع دائما هي للأخلاق، للحب. للحب. حب هو الخلاص. أهم شيء. خلينا نتابع لكن بعض المشاهد. قولوا للذنب بيروت بيسأل عنه تلج صميم، بس مت بياض وما بتموت، ولو جرحها جنون سنين. قولوا للذنب بيروت بي
صميم بسمة بياض وما بتموت، ولو جرحك جنون سنين قولوا لسا بقى بيروت. كنا عم نسمع حلم بيروت. يلي بيسمعك انت ما عم بتغني للوطن، انت عم بترنمي كمان للوطن، يعني صوتك فيه صلاة عم بتصلي له للبنان. ليكي أنا ما فيني أقول شيء غير إذا عم بيوصل من القلب وبطريقة صادقة، يعني وإلا ما بيطلع معي شيء وما بعود فيني جسد شيء إذا ما غنيت بهالطريقة. يمكن عاد سبيا إذا عم يوصلكم. شو بتصلي له للوطن؟ شو بتصلي للبنان؟ يمرق يخلص من هالجلجل اللي مرق فيها يا رب، يعني ما بعرف إذا بقى المسؤولين عنا بقى يقرروا انه خلص بقى يخلصوا له الوطن ويخلصوا هالشعب اللي كثير عم بيعاني بشكل ما معقول، وصار ما بقى في استمراريه لهالحياه، يعني بشكل لائق، بشكل انه يقدروا يوصلوا للي بدهم اياه الناس. بتمنى له انه يخلص من هالجلجل اللي مرق فيها، هالمخاض القوي هيدا اللي عم يمرق فيه. الترنيم حاضر دائما بمسيرتك، يعني دائما بنسمعك بالكنائس عم بترتلي. قد ايه مهم الفنان يكرس قسم من مشواره الفني للتراتيل وللصلاه ويكون صوت المؤمنين وصوت المواطنين؟ ليكي انا بخدم بالقداس كل نهار احد بشكل ريجوليه، يعني ما بقفي ابدا، وهيدا حاجه نفسيه موجوده عندي، وأنا بعبر بواسطة الترتيل وعن هالبعد الروحاني اللي موجود عندي واللي موجود عند كل العالم. يعني بحب أنه وصله ووصل هالوزن اللي عطاني إياها ربنا، أنه أنا هي مش لإلي، هي للآخرين. مشان هيك دايماً عندي هالإحساس أنه أنا دايماً لازم رنم، لأنه عن جد بحس أنه بالترنيم بتنفتح السماء. هو غذاء للروح على كل حال، وعم تشتغلي بهالوزن كثير منيح. ايضا عم تحضري لريسيتالات ميلاديه ان الله راد بهالاعياد المقبله، 15 وفي 21 ان الله راد. 15 كانون الاول، وين رح تكوني؟ لكل اللي حنكون بمنطقه القريبه على الشويفات، وب 21 كمان بجديده، ويمكن نعمل حفله كمان عندنا بالجامعه بجامعه يو سي اي البوشريه. دائماً بنعمل شيء للطلاب هيك بعيد الميلاد تيعيشوا فرح العيد وفرح وجود يسوع المسيح بقلبهم، لأن كمان هو الخلاص الوحيد. لو بكير شوي، لو بكير شوي فينا نسمع هيك مقطع من ترنيمة ميلادية، أو بتحب تسمعينا هيك؟ ليكي في ترنيمة اسمها يا ثلوج عانق الشجر، تفضلي. بتحبوا هيك؟ أكيد. هي كمان من ألحان سمير طومب وكلمة جان أبي غانم. يا ثلوج عانق الشجر، يا نجوم أبيع الخبر، ميلاده في أضلعي أكبر يكبر معي، هللوه يا هللوه يا هللوه هللويا 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 هللويا. شو حلو، كنا عم نذكر وعم نحكي عن اجواء الميلاد، هيك بنكون افتتاحيه حلوه للسنه الجديده ولعيد الميلاد. كمان وحده منهم اسمها ميلاد ابيض. هيدي الميلاد الأبيض هي الوايت كريسمس. هالوايت كريسمس جربنا أنه نكتبها بالعربي، يعني مش نوصلها دايماً باللغات الأجنبية لأنه هو لحن عالمي، فجان كتبه بالعربي فينا نوصله أكثر. هو اللحن المعروف بباري ميلاد أبيض، ياخدني لأيام زمان، نور الشرق والأطفال تسمع، والأطفال تسمع تراش عربات الثلج ببالي.
أبيض مع كل ميلاد جديد بتمنى تكون أيامكن سعيدة منورة وكل أعياد ميلادكن بيضاء. شكرا لك، بنتمنى دائما تكون ايامنا بيضاء على مدار السنه واحلامنا ما توقف ابدا. الفنانه امل توم، نحن بنتشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيك، يا هلا، وسلامتنا لكل عائله توم الكريمه، يا هلا.